الحلقة الثالثة، عنوان الدرس: بماذا تتميز الطيور؟ ما أهمية غطاء جسم الطائر؟ أهلا بكم أعزائي، كيف حالكم؟ انظروا، ما أجمل هذه الطيور في بلادي. سبحان الخالق في خلقه. هل تعلمون أعزائي أن هذا الطائر اسمه الزرزور، من أشهر الطيور في دولة الكويت؟ ما رأيكم أصدقائي أن نذهب برحلة إلى محمية صباح الأحمد ولنتعرف على المزيد من المعلومات عن الطيور؟ هل أنتم مستعدون؟ في هذه الرحلة سنتعلم بماذا تتميز الطيور؟ ما أهمية غطاء جسم الطائر؟ يا له من مكان جميل، ما أجمل صوت الطيور. والآن أعزائي لننطلق معا ونتعلم بماذا تتميز الطيور. لاحظوا أعزائي شكل جسم هذا الطائر، إنه انسيابي الشكل، يشابه الشكل الذي أمامنا. إذن جميع أجسام الطيور شكلها انسيابي. هل تعلمون لماذا خلقها الله بهذا الشكل؟ الشكل الانسيابي يساعد الطيور على الطيران. والآن جاء وقت التحدي. لاحظوا معي أرجل الدجاجة وأرجل البطة، هل هي متشابهة أم مختلفة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم أعزائي، إنها مختلفة. أرجل البطة تشابه المجداف لتساعدها على السباحة في الماء. إذن أرجل الطيور تختلف حسب البيئة التي تعيش فيها. بماذا تتميز الطيور عن باقي الحيوانات؟ يغطي جسم الطائر ريش، له منقار، وله جناحان. وللطائر زوج من الأرجل. هل تعلمون أعزائي أن للطيور نوعان من الريش؟ النوع الأول ريش طويل وقاسي يوجد على الجناح والذيل، يساعده على الطيران. النوع الثاني ريش صغير ناعم يسمى بالزغب، يوجد حول الرقبة والصدر ويساعد الطائر على تدفئة جسمه. تصنف الطيور إلى مجموعتين: طيور تطير وطيور لا تطير. البطريق لا يطير، النعامة لا تطير، النسر يطير، العصفور يطير. والآن لنتذكر معا المفردات العلمية المهمة ونكررها معا: منقار، منقار،
زغب زغب. ريش ريش. جناح جناح. ذيل ذيل. انسيابي انسيابي. ما رأيكم أصدقائي بأن نختبر معلوماتنا بحل هذه الأسئلة؟ ما هو شكل جسم الطائر؟ ما هي الخصائص العامة للطيور؟ بماذا تتميز أرجل الطيور التي تسبح في الماء؟ ما هي أنواع الريش وفائدتها للطيور؟ والآن أترككم بحفظ الرحمن، وسنلتقي بإذن الله في حلقات قادمة ورحلات ممتعة. إلى اللقاء.